شخص يسأل أنه مركب أسنان في بعض أسنانه ويمكنه نزعها لأنها لم تغرس غرسا ولكنه يشق عليه ذلك، هل في هذا بأس من ناحية الوضوء أي في المضمضة؟ لا يلزمه أن يخلعها عند المضمضة لأنها يسيرة، ولأنه يكفي إدارة الماء في الفم، ولأن الغالب أن الماء يدخل، لأن الماء كما تعرفون دقيق يدخل من بين هذه الأسنان المركبة واللثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لكن لو نزعها خصوصا في الجنابة فهو أحسن. نعم.